بهالفيديو راح اشرح كل شيء تبوا تعرفونه عن كول اوف ديوتي مودرن وورفير القادمه. هالسنه كول اوف ديوتي سوت اشياء ما كان حد يتخيلها ابدا، بهالفيديو راح تعرفوا. وكمان هل في زومبيز ولا لا؟ تابع الفيديو لتعرف التفاصيل. قبل ابدا الفيديو، في ناس ما شافوا الاعلان، فراح احط لكم الحين الاعلان مع ردة فعلي. اذا انت شايفه قدم الفيديو دقيقه واحده وراح تبدا بالفيديو على طول. فيلا. Call of Duty Modern Warfare. The rules have changed. There's a fine line between right and wrong. And somewhere in the shadows, they'll send us in to find them. What's your district's actual? Captain Price! The main house. Captain Price! Captain Price! بما أعرف Captain Price ومن أحد الأبطال شخصية Modern Warfare. قلت لكم اللعبة فيها ارهاب من العصر الحالي. العراق ولا سوريا؟ طيب اول شيء خلينا نتكلم عن طول القصه. من فتره سويت فيديو تكلمت انه اللعبه ممكن تنمنع بالشرق الاوسط، لان طلع تسريب انه قصه اللعبه راح تتكلم عن ارهاب بالعصر الحالي. فقلت ارهاب بالعصر الحالي راح يكون داعش وغيره من الكلام، والاشياء هاي تنمنع بالدول العربيه نوعا ما، عشان يعني ما يعني الناس يفكروا انه لو اولاد لعبوا هالالعاب راح يتاثروا بالارهاب وشي من الكلام، فعاده يمنعوها. فشفنا الاعلان امس، وبالاعلان كان صراحه واضح كتير انه في اشياء من الوقت الحالي. اول شيء في برج الساعه، كنت مسوي بث مباشر كل الناس قاعدين يتكلموا انه هذا البرج موجود بالموصل بالعراق، كل الكومنتات بالبث هيك كانت عم تحكي. ثاني شيء شفنا ولد صغير، وهالولد كان حواليه دخان اخضر ولابس قناع. اللي ما يدري بسوريا من سنتين على ما اظن، ما اعرف تفاصيل حادثة وما اعرف شو الاشياء اللي صارت بالضبط، بس انه كان في سلاح كيماوي، كان في ناس ماتوا من وراء سلاح كيماوي، وكان ناس يضطروا يلبسوا الخوذ اللي تحميهم من الغاز الكيميائي، وكان منهم اطفال. فحاطين لك بالاعلان انه طفل لابس القناع وحواليه كله خان من سلاح كيماوي. بعدين شفنا كمان شيء بالاعلان انه في ناس لابسين خوذة لونها ابيض. هدول كان في فيلم وثائقي فاز بجائزة الاوسكار عن مجموعة اسمها الوايت هلمت او شيء من الكلام، فانه هدول كمان اظن بسوريا، مالي متأكد. فانه هالكلام كله من احداث صارت بالعصر الحالي وقاعدة تصير حاليا. فقلت ايوه جابوا العيد، اللعبة هتنمنع طالما اللعبة داخلة بهالتفاصيل هتنمنع. بعدين انتبهت لشيء معين، قرأت وصف الفيديو وصف الإعلان، كاتبين إنه المناطق كلها يلي بالشرق الأوسط، يلي موجودة الأماكن المشينات اللي بالشرق الأوسط كلها أماكن خيالية، يعني ممكن تكون إلى يعني شبيهة بأشياء صارت حاليا، نفس الأشياء اللي ذكرتها من شوي، بس ما راح يجيبوا مثلا اسم العراق العراق أو اسم سوريا أو نفس المناطق حتى، لا كلها أسماء يعني راح يخترعوها هم، أماكن من خيالهم مشان اللعبة ما تنمنع أو مشان ما يصير مشاكل أو شيء من الكلام. فإيه يعني الأماكن كلها راح تكون خيالية، ما راح يكون في شيء حقيقي عشان ما
سبب اللعبة لأنها تنمنع أو سبب مشاكل غير من هالكلام. فيه هالمعلومة كويسة. طيب تتذكروا على أيام لعبة Call of Duty Modern Warfare 2 أو كود 6 كان في مهمة اسمها No Russian. هالمهمة وقتها سببت جدل بشكل جدا كبير بالذات بالعالم بالغرب يعني، وصارت تطلع على الأخبار أنه شوفوا ألعاب الفيديو كيف تشجع الناس أنهم يصيروا إرهابيين أو شيء من الكلام. المهمة كان أنك أنت بين فرقة إرهابيين روسيين ماسكين كلكم خلطات تفوتوا على مطار وترشوا كل الأبرياء، يعني بهالمشن يخلوك تلعب كالشرير أنت. فوقتها صار جدل بشكل جدا كبير على هالمهمة. فالكلام اللي طالع انه بهاللعبة راح يكون في اشياء اكبر من هالشيء بشكل جدا كبير، يعني في مهمات بهاللعبة يمكن يخلوك تلعب من وجهة نظر الشرير من وجهة نظر الارهابي، ويخلوك مثلا تفجر مكان في كتير ناس ابرياء ويعني انت بايدك تقتل ناس مساكين، بس يورجوك انه شو الشرير قاعد يسوي بس انت اللي تسويه، نفس اللي صار بكود 6. فقالوا انه بهالمهمة بكول اوف ديوتي مودرن وورفير راح يكون في اشياء من هالكلام بشكل جدا كبير. هالشيء عجبني الصراحة، لأن ما أبي ألعب لعبة مو عجبني أنا شرير، ما أبي ألعب لعبة اللي هو أنا البطل أنا الخرافي اللي أجي وأنقذ الكل، لا راح أورجوك بالحرب فعليا شو يصير. يعني في لقطة بالإعلان تشوف طيارات قاعدة ترمي قنابل على مكان، وهالمكان في مجموعة مثلا مجموعة إرهابية وأشرار، فيورجوك إنه الطيارة عم تخصف الأماكن وكل شيء تمام. بعدين بنفس اللقطة يورجوك إنه الناس اللي تحت اللي ما لهم أي علاقة المسعفين كيف قاعد يجي هم الدخان ويتأثروا من هالشيء، انه يعني اللعبة هي قاعدة تورجيك الحرب من جهتين، مو والله الحرب من جهة انه انت البطل وقاعد تقتل الاشرار وكل شيء تمام، لا انه انت البطل بس كمان الاشياء اللي عم تسويها عم تأثر ناس ابرياء. فالقصة قاعدين يشغلوا على طول القصة ناس من شركة نوتي دوغ قاعدين يساعدوا انفينيتي وورد، نوتي دوغ اللي هم سووا ذا لاست اوف اس. فالقصة راح تكون شيء رهيب، القصة راح تكون شيء رهيب. فاي هالكلام كله عن طول القصة. الشيء الخرافي حاليا اللي ما له علاقة في القصة ان اللعبة ما فيها سيزون باس. لأول سنة في تاريخ كول اوف ديوتي ما في سيزون باس، او يعني ما في سيزون باس. بدأ اظن من بلاك اوبس 2، بس قبل بلاك اوبس 2 كان فينك تشتري حزمات منفصلة. هالمرة ما في سيزون باس وما في حزمات منفصلة، ما راح تدفع فلوس على المابات، المابات راح تجي بشكل مجاني للجميع. شيء جدا 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 رهيب. اللعبة فيها مشتريات اكيد، لانه طلعت انه في نسخ خاصة للعبة، في نسخة $60 في $70 وفي $100. بس نسخة $70 يجيك معها سكنات خاصة والوان اسلحة مثل ما شايفينها حاليا، ما في اي شيء قوي شخصيتك، كلها اشياء يعني تشوف حالك فيها. ونسخة $100 نفس الكلام، يجي معك يجي تاخذ هالسكنات الالوان وتاخذ معها 3000 كود بوينتس. فانه لو شريت نسخة $100 ما راح تاخذ البلاك اوبس، ما راح تاخذ السيزون باس او اي شيء، فقط سكنات وكود بوينتس. والكود بوينتس اكيد راح يكون في اللعبة، يا اما باكيجات تعطيك سكنات او شيء من الكلام، يا اما تشتري شخصيات واواعي لها، بس مو شيء يزيد قوتك باللعبة، لانه طلع كلام انه ما في سبيشالست، ما في شخصيات معينة باللعبة، فما يمديك تشتري شخصيات لانه ما في اصلا. طيب غير هيك اللعبة فيها كروس بلاي، شيء او كروس بلاتفورم، شيء رهيب. يعني حاليا كول اوف ديوتي بلاي ستيشن راح يلعب مع الاكس بوكس او راح يلعب مع البي سي، ما ادري بين البلاي ستيشن والاكس بوكس يمديكم تلعبوا ولا لا، بس انه البلاي ستيشن يمدي يلعب مع البي سي والاكس بوكس يمدي يلعب مع البي سي. بين البلاي ستيشن والاكس بوكس اظن بلاي ستيشن رافض هالكلام، فللحين ما ندري، بس اللعبه فيها كروس بلاي شيء جدا رهيب. اوكي ممكن حد يقول بشار طبعا نحن شو رح نستفيد من الكروس بلاي، انا ما عندي اصحاب يلعبوا على البي سي ولا عندي اصحاب يلعبوا على الاكس بوكس، شو رح استفيد انا كشخص اصحابي كلهم على البلاي ستيشن؟ رح تستفيد انه ما رح يكون في لاج. ان احنا حاليا خلنا نتقبل امر الواقع، ما في سيرفرات بالشرق الاوسط، فكول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 لما تدخل عليها يدخلك مع ناس قريبين منك، تدخل بهوست واحد يعني ناس من الشرق الاوسط، بس لو دخلت على جيم مود ما حد يلعبها، نقول مثلا جيم مود كابشر ذا فلاج، دخلت راح يطول واخر شيء راح يدخلك سيرفرات مع لاج لانه ما في كثير عرب يلعبوا كابشر ذا فلاج. بينما حاليا في كروس بلاي، في كروس بلاتفورم، يعني 3 اضعاف في الاشخاص موجودين. يعني حاليا انت بس تفوت جيم قول دخلت جيم مود ما حد يلعبها كابشر ذا فلاج،
اوكي راح يدور على الناس من البلاي ستيشن، ما في حد من البلاي ستيشن يلعب هالمود من الناس قريبين منك، راح يدور على ناس من الاكس بوكس، ما في راح يدور على ناس من البي سي، فيعني احتماليه يدخلك مع ناس قريبين منك وما تتعرض لللاج جدا جدا قويه، لانه صار كل البلاتفورم يلعبوا على سيرفر واحد، هذا الشيء جدا جدا رهيب. طيب وغير هيك اللعبه قالوا ان فيها محرك جديد او انجن جديد، ما راح اتفلسف عليكم، ما افهم بالكلام يعني صراحه، ما را ما ماني فاهم اذا محرك جديد شو راح يختلف اللعب، راح يختلف اللعب بانه المحرك كول اوف ديوتي صار شيء جديد، بس يعني قاعد احاول اتخيل كيف ممكن يختلف، ما قاعد يدخل لمخي صراحه. فاذا واحد منكم يفهم بالمحركات وانه انجن جديد اتمنى يفيدنا بالكومنتات. طيب حاليا اهم شيء انه هل في زومبي باللعبه ولا لا، طلع من الشركة نفسها الأطوار الموجودة باللعبة، كاتبين طور القصة، كاتبين بعدين طور المالتي بلاير، وآخر شيء كتبوا طور اللعب الجماعي ومهمات أو شيء من الكلام. فكل الناس قالوا أن طور اللعب الجماعي أو التعاوني هو سبيس أوبس اللي كان موجود بكول اوف ديوتي مودر وورفير 2 وكول اوف ديوتي مودر وورفير 3. بس سبيس أوبس مشكلتها حلو، مهمات معينة تسويها مع أصحابك وشي من الكلام، بس ما يتقارن بالزومبي، ما يتقارن مع إكستنشن، ما يتقارن. كان طور جدا فرعي، طور تحسه يشتغلوا عليه الشركة قبل أسبوع، يلا اللعبة راح تنزل بعد أسبوع، يلا خد مهماتنا القصة وحط أي لعب جماعي ونزلها. سبيس أوبس كان شغل تسليك، فهل معقول إنه اللعبة يكون فيها سبيس أوبس؟ الحين من المنطق إنه إيه مودر وورفير ما فيها زومبي، طول عمرها مودر وورفير فيها سبيس أوبس، مودر وورفير 2 و 3، مودر وورفير 1 ما كان فيها طور فرعي أصلا. ف الوصف يلي كاتبينه اللعبة انه الثيرد جيم مود بالعربي، انه طور لعب فرعي او ثالث يكون فيه لعب تعاوني وشي من الكلام، هذا الكلام نسخ لصق من الطور الفرعي بكول اوف ديوتي وورلد وور 2. كول اوف ديوتي الحرب العالمية الثانية من تطوير سليج هامر كان نفس الشيء، اول ما نزلت اللعبة ما تكلموا عن الزومبي، بس قالوا انه في طور لعب ثالث فرعي وراح يكون طور لعب تعاوني وشي من الكلام، نفس الكلام بالضبط كاتبينه هون، فمعناها انه ممكن يكون في زومبي. ان نفس الكلام بورلد وور 2، وورلد وور 2 شفنا انه فيها زومبي، فهون نفس الشيء كاتبين طور لعب فرعي وتعاوني، فاي ممكن فعليا يكون زومبي. لانه كمان من فترة في شخص اسمه ليروس، ليروس هو المسؤول عن الزومبي باستديو انفينيتي وورد، نفس جيسون بلندل ببلاك اوبس. فالمهم ليروس طلع من انفينيتي وورد وانضم لاستديو ات ريارت ليشتغل على الزومبيز بالبلاك اوت، فكل الناس قاعدين يتكلموا هالكلام من شهرين، كل الناس قالوا ايوه معناها معنا ما راح يكون في زومبيز بجزء كول اوف ديوتي القادم من انفينيتي وورد، لانه مدير الزومبي طلع. فكل كل يوتيوبر قاعد يعملوا فيديوهات عن هالكلام. بعدين من بعد الكلام هذا ما طلع، طلع شخص من استديو انفينيتي وورد حط تغريدة على تويتر قال صحيح ان ليروس طلع، بس هذا الشيء مو معناه ان الفريق اللي كان يشتغل على الزومبي واكستنشن بانفينيتي وورد ما هو قاعد يشتغل وقاعد يسوي يعني كل اللي يقدر ليحط لكم طور ثالث خرافي. فيعني بالحرف قال هذا مو معناه ان الفريق اللي اشتغل على الزومبيز واكستنشن ما هو موجود، فانه معناها انه موجودين، مو معقول انه موجودين ليشتغلوا على طور سبيس أوبس اللي هو مهمات فرعية ياخدوها من طور القصة ويحطوا فيها طور لعب تعاوني. فمعناها انه ممكن يكون في زومبي، لان في تسريب طلع كمان، هالتسريب طلع وقال ان طور اللعب الفرعي راح يكون جدا ضخم، ومن كثر ما هو ضخم ما راح ينزل يوم نزول اللعبة، يعني راح تنزل اللعبة بعدين بعد شهر شهرين راح يضيفوا الطور، من كثر ما هو ضخم ما راح يلحقوا انه يشتغلوا عليه. ف اذا هالكلام صحيح معناها راح تنزل لعبة، راح يكون في سبيس أوبس تسليكي مهمات سبيس أوبس، وبعد شهرين راح ينزل طور الزومبي او طور اللعب الفرعي اللي ما ندري شو هو، يمكن يكون طور باتل رويال، ما ندري يمكن قصدهم هذا الشيء اللي جدا ضخم هو باتل رويال. فايه تقريبا يا شباب هي كل المعلومات اللي عنا اياها عن كول اوف ديوتي مودرن وورفير. اتمنى تشاركونا بالتعليقات حماسكم للعبه او لا، واذا واحد عنده اي افكار اي شيء اتمنى فينا اياها بالتعليقات. واتمنى شباب نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك وتشتركوا بالقناه، وبس كلمكم شركيه وشركي كشكم دي هالتان ان شاء الله. مع السلامه. She